المشاهدون الكرام، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول الذكرى 30 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المجيدة. المنجز التاريخي الذي نستحضر من خلاله تضحيات الرجالات المخلصين في شطري الوطن والمنجزات التي تحققت لليمن أرضا وإنسانا. في المقابل ثمة شعور بالأسى والحزن على محاولة البعض التفريط بهذا المنجز والنيل من مكتسباته. وقبل أن نبدأ النقاش نأخذكم في جولة سريعة على أبرز العناوين في الصحف والمواقع الإلكترونية. البداية من وكالة الثاني من ديسمبر. مصرع قياديين حوثيين، أحدهما مسؤول استخبارات الميليشيات في إب. 14,000 خرق لستوكهولم و4,000 لهدنة التحالف. الحوثيون يعبثون بفرص السلام. ميليشيا الحوثي تعتقل 12 شخصا احتفلوا بعيد الوحدة. وفي منبر المقاومة نقرأ: بعد إحباطها محاولة تسلل على الفازة، القوات المشتركة تكسر هجوما حوثيا على الدريهمي. كورونا والغلا والحرب، أزمات تسرق فرحة العيد من أطفال اليمن. ابتزاز المتسولين في الشوارع، آخر أساليب النهب والسرقة الحوثية. وفاة 7 من قادة ميليشيات الحوثي في مركز للحجر الصحي بصنعاء. وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: سياسيون، قدر الشعب اليمني أن يكون موحدا مهما طالت به الصراعات. مصرع قيادات حوثية بينها مدير الاستخبارات العسكرية في إب وتدمير آليات عسكرية. أمهات المختطفين تستنكر استمرار الحوثيين اختطاف الصحفيين. موقع نيوز يمن أورد العناوين التالية: أكاديميو اليمن يطالبون الأمم المتحدة وقف الحرب وإنقاذ اليمنيين من خطر كورونا. استثمار حوثي في فيروس كورونا. في صحيفة الشارع نقرأ: الوكالات التابعة للأمم المتحدة تسحب موظفيها الأجانب من صنعاء إلى إثيوبيا خشية إصابتهم بفيروس كورونا. وزير الصحة يعلن وصول مساعدات طبية جديدة ويدعو اليمنيين إلى عدم الخروج لصلاة العيد وتجنب الحدائق والمتنزهات. أطباء بلا حدود، عدد الوفيات في مركز العزل الصحي يعكس وجود كارثة أوسع نطاقا في عدن. ومن الصحف العربية الشرق الأوسط: وكالات إغاثة أممية تسحب موظفيها، تحذير من كارثة في اليمن. الوكالات الأممية تسحب موظفيها الأجانب من صنعاء. عدنيون يعولون على الجهود السعودية لإنهاء الصراع واستئناف التنمية. اتهامات لعناصر حوثية بابتزاز المتسولين في الشوارع. وبهذه المناسبة أورد الكاتب أيوب الحمادي مقالا بعنوان: الوحدة هي الحقيقة التي ناضل من أجلها أبناء الشعب اليمني. نتابع مقتطفات من محاضرة ألقاها المناضل الراحل علي عنتر أمام طلاب كلية التربية والتكنولوجيا بجامعة عدن، وتحديدا عام 1983، أي قبل 3 سنوات، على استشهادي في أحداث يناير 86. آنذاك توقع الرئيس علي أحمد ناصر عنتر، أبرز مؤسسي الحزب الاشتراكي اليمني وأحد رموز النضال الوطني وحرب التحرير، أن يأتي في المستقبل من يتساءل عما فعله الرموز الأوائل من أجل وطنهم. ولذلك فقد طالب من سيطرحون هذا التساؤل أو يشككون في واحدية الثورة اليمنية سبتمبر أكتوبر بأن يحسنوا قراءة التاريخ جيدا، لكي يعرفوا أن من صنع ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر وحقق الاستقلال في 30 من نوفمبر عام 1967 هم مناضلون من كل مناطق اليمن شمالا وجنوبا.
لقد قمنا بثورة ونتمنى أن نموت ونحن نناضل من أجل تحقيق أهدافها السامية، مؤكدا أن الفضل الأول يعود لأولئك الرواد الذين فجروا ثورة 26 سبتمبر التي مهدت الطريق أمام قيام ثورة 14 أكتوبر، بحيث كان حتميا أننا وبعد أن قضينا على الإمامة أن نناضل أبناء اليمن شمالا وجنوبا لتحرير الجزء المحتل من وطنهم من قبضة الاستعمار. وتساءل علي عنتر في محاضرته قائلا: من أنقذ هذا الوطن؟ أليست الثورة اليمنية سبتمبر أكتوبر؟ ومن حرر هذا الشعب من الاستبداد والاستعباد الإمامي والاستعماري؟ أليست أيضا الثورة؟ ومن سيخرج هذا الشعب من دائرة التشتير والتجزئة وموروثاتها؟ إنها الثورة أيضا. ويضيف المناضل الراحل: وعلى أثر توفر الشروط فقد تم تشكيل جبهة الوطنية التي كانت نواة لها تنظيم حركة القوميين العرب، حيث جاء هذا التشكيل للعمل السياسي مستوعبا كل أبناء اليمن في الشمال والجنوب. ومع ذلك فقد ظلت الثورة اليمنية عرضة لكثير من المؤامرات والمخططات، إلا أن ذلك لم يثنها عن مواجهة تلك المحاولة التي كان يقودها عادة مجموعات من المتمصلحين والمرتزقة والمدسين. وقد دخلنا في صراعات مع تلك الجماعات واستطعنا أن نسلح أبناء شعبنا في الشمال والجنوب الواعية ليصبحوا هم صمام الأمان للثورة. وأردف الراحل علي ناصر عنتر: لقد ناضلنا في حرض وفي سرواح وفي المحابشة وفي كل جبل من جبال المحافظة الشمالية في مواجهة فلول الإمامة وتثبيت ثورة 26 سبتمبر، وناضل إخواننا ورفاقنا من أبناء المحافظة الشمالية نضالا مستميتا في شوارع عدن وفي جبال الضالع ولدفان، بل وفي كل جبل من جبال الشدر الجنوبي. الأمر الذي يؤكد على أن الثورة اليمنية قد شكلت الإطار القوي لوحدتنا الحقيقية. وأضاف: لا بد أن يتحلى الجميع بنفس الرجولة والشجاعة التي كانت لدى أولئك الذين صنعوا الثورة والذين قدموا رؤوسهم قربانا للحرية على طول وعرض اليمن، كما أن علينا أن نحافظ على إنجازات الثورة وأن نصونها وأن لا نساوم حولها بدافع خلل ما أو مجاملة أو محاباة لبعض من تضررت مصالحهم. وليس من حق أي أحد أن يمن على اليمن بنضاله، فقد ناضلنا كلنا وكل واحد منا كان مكملا للثاني. ولكي نضمن استمرارية هذه الانتصارات في المستقبل فلا بد أن نجعل مصلحة الوطن فوق مصالحنا الذاتية. وأقول للشباب ومن خلالكم إلى الأجيال القادمة: راقبوا الممارسات وليس الشعارات، ولا تدعوا أحدا يغالطكم أو يسعى لاستغفاركم من خلال بعض المفاهيم الخاطئة. فاليمن قد انتصرت ورسمت ملامح طريق المستقبل، وعليكم أن تحافظوا على هذه النجاحات ولا تكونوا كمن يزرع الثوم ويتطلع لجني البصل. أهلا بكم مجددا، وللحديث عن التضحيات التي صاغت المنجز الأبرز في تاريخ اليمن المعاصر والمكتسبات التي تحققت، يسرني أن ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ فهد دهشوش رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بحجة والشيخ علي اللهبي. نبدأ النقاش بعد فاصل قصير. أهلا بكم وأجدد الترحيب بضيفي عبر الهاتف. لو بدأت معك شيخ فهد، بداية كل عام وأنت بخير بمناسبة حلول الذكرى 30 لإعادة تحقيق الوحدة وقدوم عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم وجميع أفراد شعبنا اليمني الأصيل بخير وسلام وعزة وشموخ، وألف مبروك بمناسبة تحقيق هذه الإنجاز التاريخي العظيم. شيخ، بالحديث عن هذا الإنجاز التاريخي العظيم، ما أهميته لليمن أرضا وإنسانا بعد عقود من التشظي والتشرذم بفعل نظام الإمامة والاحتلال البريطاني في الجنوب؟ هذا أهم إنجاز في العصر الحديث في تاريخ شعبنا. تحقيق الوحدة اليمنية كان حلم راودنا كثيرا وراود قبلنا آباءنا وإجدادنا، وأتى تحقيقه ليشكل أكبر حلم وأكبر إنجاز يمني في العصر الحديث. هو ميلاد يمن جديد، وهو ضمان لمستقبل أجيالنا. شيخ فهد، كما تحدثت أنه حلم راود الجميع، ولكن كان هناك خطوات على أرض الواقع من قبل نظامي الحكم في الشمال وفي الجنوب، يعني قرابة 69 محطة وحدوية. أنا أتحدث هنا أن يوقع وأن يصادق الزعيم علي عبد الله صالح على 59 محطة، ما دلالة ذلك؟
هو توفيق من الله سيدي. هذا الحلم والإنجاز الكبير راود كثير من أبناء الشعب اليمني، ولا شك أيضا راود كثير من قادته السياسيين وسعوا إلى تحقيق هذا الإنجاز العظيم. شمل تحقيقه جهود حثيثة لم يأتي نتيجة يوم واحد من قبل قيادة الشطرين وعلى رأسهم فخامة الأخ الزعيم الخالد علي عبد الله صالح، فتحقق بتوفيق من الله على يديه هذا الإنجاز التاريخي العظيم، كما هي أيضا لشريكه في حينها الأستاذ علي سالم البيض وكل أعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني. هؤلاء كانوا على رأس الساعين للتحقيق وإنجاز هذا المنجز التاريخي الكبير، والذي لا يمكن أبدا إلا أن نتذكرهم بكل إجلال واحترام، معترفين بفضلهم وبما حققوه من إنجاز كبير لشعبنا ووطننا العزيز. شيخ فهد، رغم أن كان هناك في اللحظات الأخيرة للتوقيع على الاتفاق التاريخي بعض الأيادي المرتجفة، لكن كان هناك شجاعة أدبية ووطنية من قبل الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح، وفي الجهة المقابلة الرئيس علي سالم البيض رئيس الحزب الاشتراكي. كيف تنظر إلى ذلك الموقف التاريخي، خصوصا في صبيحة أن رفرف علم الوحدة وعلم قيام الجمهورية عاليا في 22 من مايو؟ كان هناك كثير من المخاوف عند بعض القوى الإقليمية، وعلى رأسها كنا نسمع في حينها دولة إيران، وأرسلت في حينها وفد لطلب تأجيل التوقيع ولطلب طرح عدد من المخاوف. كنا كيفما كنا نسمع في حينها أيضا انعكس ذلك على كثير من عملاء هذه القوى الذي كانت متشككة في الوحدة داخليا، وشاهدنا معارضة من بعض الجماعات أو بعض الأحزاب ناتجة عن مخاوف أن هذه قد تحمل بعض الأضرار لمصالحنا، قد تحمل بعض المواد الدستورية الضارة بوطننا، قد تحمل بعض الضرر لمصالح شين أو صاد من الناس وهكذا. لكن تم تطمين الجميع وتم الإصرار على المضي في خطوات الوحدة المباركة، والحمد لله تمت بعون الله وتوفيقه، ونشكر الجميع. وإذا ثبت أي خلافات أو سوء ظن، لأن الوحدة ثبتت أنها عامل قوة وعامل أمن واستقرار للمنطقة جميعا، لأبناء الشعب اليمني بشكل أساسي ولكل جيرانه ومحيطه العربي والإقليمي. أرجو أن تبقى معنا، وينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ علي اللهبي. شيخ، كل عام وأنت بخير. كل عام أنتم بخير. بداية، لو تحدثنا عن أهمية هذا المنجز التاريخي، خصوصا فيما يتعلق بإرساء مبدأ التعددية السياسية، وأيضا أن يحكم الشعب نفسه بنفسه عبر صناديق الاقتراع، ما أهمية هذه التجربة الفريدة والجديدة على النظام الوحدوي الوليد والجديد؟ شكرا جزيلا أخي العزيز، وكل عام وأنتم واليمن بألف خير بمناسبة حلول عيد الثلاثون لإعادة الوحدة اليمنية المباركة، والرحمة للشهيد الزعيم علي عبد الله صالح، والشكر للأستاذ علي سالم البيض والمؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني الذي كان لهم الفضل الكبير في التوقيع ولإعادة الوحدة اليمنية. لا شك أنه خلت مراحل من النضال في عهد من عهد السلال ثم معة الحمدي ثم معة الإرياني، لكن وفق الله الزعماء هذول اللي هم الشهيد علي عبد الله صالح والأستاذ علي سالم البيض، ووفق الله ودخلوا التاريخ بالتوقيع على شرف إعادة هذا الوحدة المباركة. الشيخ علي، أنا أتحدث عن أهمية ترسيخ وإرساء مبدأ التعددية السياسية، خصوصا أنه كان هناك نظام الحزب الواحد في جنوب الوطن، وفي الجهة المقابلة لم يكن هناك تعددية سياسية في الشمال، يعني قبل
تحقيق الوحدة، أهمية وجود الأحزاب وظهورها على السطح وأيضا التنافس عبر صناديق الاقتراع. نعم أخي العزيز، بعد تفضل. الصوت اللي يجي صداع متأخر. إذا سوف نحاول الاتصال بك إذا إن شاء الله لاحقا، وأتحول بالسؤال إلى الشيخ فهد دهشوش. الشيخ، أهمية إرساء اللي هو قواعد التعددية السياسية وأيضا الانتخاب عبر صناديق الاقتراع وأن يمثل الشعب، يعني أن يكون صاحب السلطة ومصدرها وأن يجد من يمثله في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وغيره. سيدي، هذا المنجز التاريخي الكبير والذي هو اللبنة الأساسية للديمقراطية هي أول بركات الوحدة، وهي المنجز الذي اقترن ببداية تأسيس الوحدة، مما يدل على أن عبر هذه الوحدة كان كبيرا على شعبنا ونيات محققها كانت كبيرة. فهي منجزين كبيرين ارتبطا مع بعض وتحقق لهذا الوطن، ونؤمل من الأخوة المسؤولين الحاليين وعلى رأسهم فخامة المشير عبد الرب منصور هادي الحفاظ على هذه المنجزات التاريخية الكبيرة، وإن شاء الله يظل شعبنا موحدا قويا عزيزا كريما في ظل ديمقراطية حقيقية وسلام وانتصار وشموخ حقيقي. جميل، إذن يبدو أن الاتصال عاد مع الشيخ علي اللهبي. الشيخ علي، إلى أي مدى مثلت الوحدة الأرضية الصلبة للدفع بعجلة التنمية والتطور في مختلف القطاعات الحكومية؟ حياك الله يا أخي. اتفضل. الوحدة طبعا. ألو. اتفضل. أنت على الهواء. الوحدة اليمن المباركة جاءت بالخير لكل أبناء اليمن، وبعد عام 1990 خرجت الأحزاب من تحت الطاولة إلى فوق الطاولة، وكل مارس عملها الحزبي في بوضوح، وبعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة تحققت المشاريع، خرج النفط، خرجت الطرقات في الشمال والجنوب، الجامعات، المدارس، ثم ايضا الديمقراطيه توسعت، وصار الحكم المحلي اشبه لكل محافظه كانها مستقله لذاتها بفضل الحكم المحلي. كل محافظه يحكمها ابنائها، وهذا يعني فضل الحكم الاخ الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح، انه اعطى مساحه في العمل الديمقراطي والحكم المحلي، يعني يجعل كل يحكم، كل محافظة تحكم نفسها، وعدم الإقصاء، وعدم يعني حتى توصل العدل الوحدة للجميع. الآن احنا نخاف من الإقصاء صراحة، نكلم بصراحة ويكفي مجاملة، الإقصاء سواء بالشمال أو بالجنوب هذا هو الخطر على الوحدة. جميل. لا، احنا نطالب بعدم اقصاء اي مكون سياسي، اعطاء الاخوه بالجنوبيين كل المكونات السياسيه بالجنوب حقهم ومشاركتهم في السلطه، اعطاء المكونات السياسيه في الشمال حقها، وعدم احتكار السلطه في مكون سياسي بعينه، وشيطنه الخصوم وضربهم باسم الوحدة. لا، الكل وحدويين، والجنوبيين وحدويين أكثر من الشماليين، لكن علينا أو على الأخوة في الحكومة أن يعدلوا بين المكونات السياسية، وأن تشكل حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات لا تقصي حد كل المكونات السياسية في الشمال والجنوب، وكل المشاكل بتنتهي. جميل، أرجو أن تبقى معي بسرعة تنفيذ اتفاق الرياض الذي سبق أن وقعوا عليه، وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصي أي مكون سياسي. هذا هو العدل،
جميل. حتى الوحدة أنا أنتقل إلى الشيخ فهد دهشوش، يعني كما سمعت كلام الشيخ علي اللهبي بالحديث عن أنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية وأن يكون الطيف السياسي مكون من جميع الأحزاب، هل بالإمكان تحقيق ذلك خصوصا في ظل توقف عملية الانتخابات بعد فوضى العام 2011؟ سيدي العزيز، أولا أنا لم أسمع بشكل واضح كلام الأخ العزيز والمناضل الكبير علي اللهبي، لكن بخصوص سؤالك، أثناء كلما يحسن إدارة البلد ويكفل إعادة وطننا إلى عتبة الحرية والديمقراطية والكلاء والكرامة، نحن مع ذلك سواء بتشكيل حكومة جديدة أو بدونها. هو المفترض أن تشكل حكومة بحسب المبادرة الخليجية من الطيفين الأساسيين، المؤتمر الشعبي العام وحلفاء والمشترك وشركاء، بحسب ما نقت عليها، وأن يتم الالتزام بذلك نصا وحرفا. لكن حصل اختراق لهذه القاعدة، وهو الذي سبب ما وصلنا إليه. في جميع الأحوال احنا في المؤتمر الشعبي العام لا تهمنا المناصب، وأي شيء سيضمن لشعبنا استعادة دولته وحريته وديمقراطيته نحن معه. هو المفترض أن يكون ما أشار له الشيخ علي، هو تشكيل حكومة وفقا للمبادرة الخليجية والتقيد بها، لكن إن لم يحدث ذلك فلا يعني ذلك أن نتوقف من سعينا لاستعادة بلدنا ودولتنا وجيشنا ووحدتنا وديمقراطيتنا. نحن في المؤتمر الشعبي العام المناصب بالنسبة لنا وسيلة وليست غاية، ما يضمن لشعبنا حريته وكرامته نحن معه. الشيخ فهد، كيف تنظر إلى الواقع السياسي في ظل يعني اختطاف عاصمة الوحدة صنعاء من قبل ميليشيات الحوثي، وأيضا يعني هناك سلطة أخرى البعض يتحدث عن أنها يعني تشمل طيفا سياسيا معينا؟ طبعا هذه نتيجة كارثية ما وصلنا إليه، أن تختطف عاصمة الوحدة وأن تغتصب السلطة وأن يعاني الوطن من اختطاف ميليشاوي لدولته وجيشه ويحكم شعبه بالحديد والنار. هذا نتيجة كارثية، وذلك ما يعاني الوطن منه، والذي نسأل من الله أن يرفع البلاء وأن يعجل بالفرج بحق هذه الأيام العظيمة. وأمنا كبير في كل القوى اليمنية للتكاتف والتلاحم وإعادة مسار الوحدة وإعادة مسار الديمقراطية واستعادة الدولة بشكل سريع. جميل. بالتحول إلى الشيخ علي اللهبي، شيخ، كان الاحتفاء سابقا بالوحدة يأتي من خلال يعني إنجاز الكثير من المشاريع التنموية والخدمية في المحافظات، سواء كانت في الشمال أو في الجنوب، يعني كان هناك عقدان على هذا الديدن والروتين الجميل في الوطن. الآن كما ترى يعني الاحتفاء يأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة، أوبئة ومعاناة للشعب وحرب، تعليقك على الحالة الذي وصلنا إليه بعد فوضى العام 2011؟ شكرا لك أخي العزيز، والشكر موصول للأخ الشيخ فهد دهشوش، هذا الرجل المناضل الكبير الذي أنا أعتز وأفتخر في صداقته، وهو من رجال اليمن المشهود لهم. وقد ذكرني كثير أيضا، ذكرني أيضا بالمبادرة الخليجية. المبادرة الخليجية وأيضا هي الأساس، وإذا كان فيه هناك تنفيذ الاتفاق الرياض يجب أن ينبثق من المبادرة الخليجية. أما سؤالك فهو فعلا كان الزعيم الله يرحمه يعني بكل عيد في هذا المناسبة يعني جعله يعني عيد للتنمية في كل محافظة، كان يعني كل مناسبة كل سنة يعمل في محافظة ويجي الخير لهذا المحافظة في على مستوى عاصمة المحافظة والمديريات، سواء من الطرقات من المشاريع يعني. وكانت يعني طريقة اتخذها الزعيم الله يرحمه طريقة نموذجية وسباقة، يعني جعل من العيد
في كل محافظة، في كل سنة في كل محافظة يعني تحقيق كل ما فيها من نقص المشاريع وفرصة يعني أنها تعالج هذا. لا لا فعلا كان عمل مرة أمر في عدن، ثم مرة ذكرنا هذا مرة في حضرموت. بالحديث الشيخ علي اللهبي عن الإنجازات التي تحققت لمحافظة عدن خصوصا في خليج 20 لدى استضافة بلادنا للبطولة الخليجية أواخر العام 2010، كان هناك الكثير من المشاريع على مستوى يعني الملاعب وعلى مستوى أيضا الخدمات الأساسية في محافظات أبين ولحج وأيضا عدن. أين ذهبت كل تلك الإنجازات؟ الله يحفظك. كل المحافظات الجنوبية يعني المنجزات شاهد الأعيان، تمام، سواء في عدن أو في حضرموت أو في أبين أو في شبوة، يعني وانت تعرف المشروع العملاق اللي فيها الذي يعتبر من على مستوى الوطن العربي. فزعيم الله يرحمه ويوسع عليه يعني عمل على جاهدا ومع كل الشرفاء إلى تحقيق البنية التحتية، وكلنا كان يعرف كيف كانت عدن في الوحدة، كلنا يعرف كيف كما استفادت سواء مش إلا في الملعب فقط لكن في المشاريع، في توسيع الجامعات، توسيع المدارس، توسيع البنية التحتية، تمام. كانت عدن جنة. أيضا الطريق الذي إلى حضرموت كما اختصرت يعني بحق حوالي 6 ساعات، مشاريع عملاقة ما ينكرها ما ينكر ما لا 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 هذا المشاريع تحققت في ظل الوحدة وفي قيادة الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح رحمه الله إلا جاهد. والتاريخ سينصف كل واحد. فيعجز يا أخي العزيز، أعجز أننا عدد لك المشاريع التي تحققت في الجنوب أكثر من الشمال، فضل الله ثم فضل الوحدة وفضل القيادة الحكيم. إحنا ليش بنقول أنه ما عليش حتى لو كررتها، أنه نقول من أجل استمرار الوحدة، الوحدة لا تستمر في الحرب، تستمر بالعدل فعلا، تستمر بعدم الإقصاء، تستمر بمعالجة الأخطاء. أيوة هذا تستمر الوحدة، لكن ما نريد وحدة نحن نصيرها نضربها خصومنا أو نستقويبها على خصومنا. جميل. لا الوحدة وجدت لتبقى، لكن في عدلها، في كما جاءت وكما رسم لها وكما يعني كانت في عهد الزعيم علي عبد الله صالح، ما كان يقضي أحد. جميل. الشيخ علي أرجو أن تبقى معنا، وأتحول إلى الشيخ فهد دهشو. الشيخ، شركاء فوضى الساحات خرجوا في العام 2011 بعد عقدين ذهبيين من الوحدة وتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات الحكومية، رافعين شعارات عدالة اجتماعية، تنمية، دولة مدنية. أين ذهبت هذه الشعارات الآن؟ يعني العقد الثالث للوحدة كله خراب ودمار وحروب. ذهبت هباء طبعا، لأن الشباب كانوا مساكين يرفعوا شعارات بحسنية، لكن الممولين والمتبنين والمحركين الخلفيين كانت نيتهم خبيثة. لم تكن الوحدة نيتهم، ولم تكن التنمية ولا الحرية ولا الكرامة ولا المساواة هو مشروعهم. كان لديهم مشروع تفتيت الدولة اليمنية والصدو على منجزاتها وعلى خيراتها. هذا كان الأهداف الحقيقية الذي لم يرها الشباب وأبناءنا وأخواننا الذين ضحت أصواتهم مساكين في الساحات ليلقوا ثمرة سوء أعمالهم الآن، ويعيشوا التشرد ويعيشوا الدماء والدموع الذي يعيشها أبناء وطننا العزيز. شيخ فهد، يعني في ظل هذا المنجز التاريخي الأبرز ليس فقط في تاريخ اليمن المعاصر، بل أيضا من أبرز الإنجازات ربما في التاريخ العربي الحديث، كيف يمكن الحفاظ على هذا المنجز والبناء عليه بخطوات يعني نستطيع من خلالها رأب الصدع اليمني؟ المنجز هو محقق عمليا على أرض الواقع. الحفاظ عليها يتمثل في السياسات السليمة الذي لا تنكأ الجراح، يتمثل في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وإشراك كل القوى السياسية، يتمثل في الحرص على الديمقراطية،
يتمثل في الحرص في هذه المرحلة بالذات على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها للخروج من مأزق نكبة 2011. هذه هي الإجراءات التي ينبغي أن يتم الالتزام بها من قبل سياسينا وقادتنا السياسيين. لا مجال لأن تختلف مع بقية القوى وأن تعاني احتلال عاصمتك. لا مجال إلا بتضافر كل الجهود وأن تسعى كحاكم أو كسلطة موكل لها استعادة الأمن والاستقرار للوطن أن تجمع كل القوى السياسية. هذا المفترض أن يحدث، وهذه هي الإجراءات التي تحافظ طبعا بمختلف أجزاء الوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وكل أجزاء. جميل. أن يكونوا يد واحدة وضمن نتيج استعادة الوطن. جميل. أتحول إلى الشيخ علي اللهبي. السؤال الأخير، يعني أدركنا وقت البرنامج، شيخ علي، كيف يمكن الانتصار لتضحيات رجالات الوطن المخلصين في الشمال والجنوب لتضحياتهم من أجل تحقيق هذا المنجز الذي كان حلما لعقود وراودهم وبذلوا من أجله الدماء الزكية كي ينعم الشعب بخيرات هذا المنجز التاريخي؟ حياك الله. ندعو لهم بالرحمة، هذول ندعو له كل المناضلين والشهداء الذي ناضلوا من أجل تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، ندعو لهم بالرحمة، وهم لن ينساهم التاريخ، وآخرهم الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح والأستاذ علي سالم البيض، وندعو للحفاظ على الوحدة زي ما قلت لك، ندعو أنه الوحدة لا سيتم الحفاظ عليها إلا بالعدل، وأنه يعني الوحدة العادلة خلاص، ما فيش قضية القوة لا، العدل يا أخي. الناس كلهم وحدويين، الناس كلهم مع الوحدة في الشمال والجنوب، فقط المطلوب قيادة حكيمة، وأنا ناشد القيادة السياسية أنها تعدل بين المكونات السياسية في الشمال والجنوب، وهذا هو الضامن الحقيقي، هو العدل، عدم الإقصاء. أما الإقصاء هو يزرع مشاكل سواء يعني في هنا في الشمال أو في الجنوب. الإقصاء أنا أحذر من الإقصاء، الإقصاء لا يجب أن يمارس سواء على المكونات السياسية في الشمال أو في الجنوب. واليمن يتسع الجميع، والوحدة حق ملك الجميع، فقط علينا أن نحافظ عليها باستيعاب كل المكونات السياسية. جميل. السؤال الأخير للشيخ فهد دهشوش هو كيف يمكن التعامل مع ميليشيات لا تقبل لنقول أن الوطن يتسع للجميع وأتت علينا بالولاية والوصاية على هذا الشعب، كيف يمكن الحفاظ على هذا المنجز التاريخي في ظل ميليشيات كأنها يعني لنقول يعني وصية من عند الله على هذا الشعب؟ طبعا منطق الميليشياوي ومنطق الاستحواذ بالقوة وفرض أمر واقع منطق مرفوض ولا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال. وحقيقة قد تجاوزنا مسألة الاختيارات، قد اختاروا الحرب، و يعني البندق على ما بيقولوا قارح بين الجميع. المطلوب الآن هو حسن إدارة هذه المعركة لسرعة الحسم، بقاء الأمور واستمرارها لهذه السنوات، يعني هل يحول الحرب من حرب تحرير إلى حرب تستهلك وتستنزف القدرات وتزيد معاناة شعبنا، وذلك ما لا نرغب فيه. تقصد توجيه البوصلة لمحاربة لا بد منه، تقصد توجيه البوصلة لمحاربة ميليشيات الحوثية التي يعني أقصت الآخر ولا تقبل بالآخر بعيدا عن أي معارك جانبية؟ هذا أكيد لأن الخيارات الأخرى لم يتح الحوثيين لها أصلا، هم بدأوا الحرب وأشعلوها ومستمرين فيها. إن كان هناك لديهم خيارات أخرى جادة فليتفضلوا، لسنا مع الحرب، لسنا مع الحرب إطلاقا، ولسنا مع أن يتأذى شخص واحد إطلاقا. لكن هل الحل أن يستعبد شعبنا؟ هل الحل أن ينكل بأعزة وكرام هذا الوطن؟ هل الحل أن يستولي منطق سلالي كهنوتي على شعب الإيمان والحكمة؟
بالتأكيد هذا أمر مرفوض ولن يقبله أي من يحرب. جميل. إذن الشيخ فهد دهشوش رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بحجة وعضو اللجنة الدائمة، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول أيضا للشيخ علي اللهبي عضو مجلس النواب كما هو لكم دائما وأبدا أعزائي المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة، وكل عام وأنتم بخير.